أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم. سوس تي في تتنقل القلعة الكبيرة للمثاليث والغنادرة، تحديدا الاستماع لمشاكل الفلاحين اللي ضرروا حقيقة من البحيرة أو سد القلعة الكبيرة. تابعونا. عمر رمضان، مرحبا بك. وبيك عايشك عمر رمضان. انت وحنا في البحي في الحوض اللي مشيت بناه في القلعه الكبيره هذيا، لو كان تحكي لنا شويه، انت من المضررين واللي تحب توصل صوتك للسلطات، شنو تحب تقول لهم؟ انا معناها اول ما نقول لهم، نقول لهم احنا ما ضد ضد البحيره دي، احنا ماشيين للمصلحه العامه مش معاه، لكن نطلب من السلطات المعنيه احنا ما يضيعوناش، يعني نتحدث مع السيد الوالي او السيد وزير الدفاع وزير ملك الدوله. هنا المنطقه هذه تكسب دوره 2500 ناجي وتكسب منها دوره 200 راس بقر. معنا هذونا احنا وقت اللي يخرجونا من هنا فين مش نعيشوا بهم؟ فين مش نمشي؟ هذا الصوت نتاعي اني مش عايش، حاجتي يعطونا تعويضات في الارض، فين نعيش في المراي، فين نعيشوا صاينا؟ الطلب الاكثر من خو هذاك مش حاجتنا. أنا ما عندناش، أنا ما نجموش نمشي لبوفيشة، يقولوا عندنا كان في بوفيشة، أنا ما نجمش نمشي لبوفيشة يعني ونخلي ولادي ولا ولادي يخلوني نمشي لبوفيشة. قداش عندك مراس غنم أنت؟ عندي تقريب 50، وعندي وعندنا تقريب 80 بقرة بيني أنا وولادي، 80 راس بقرة تحليب. وعندي أنا عندي سنتاج وعندي خدمة وعندي فلاحة وكل شيء، لكني ما دام رضيت تنحت الفلاحة ما عادش عندي باش نعيش، لأن هذاك مورد الرزق نتاعنا. يعني هذاك مورد الرزق نتاعنا، اذا كان ينحي من تقريب من 60 عائله ينحلها الارض نتاعها الفلاحه نتاعها فين مش تمشي؟ منها زيتون، من هكا الغابات الحظيره، من هكا من هذا ملاك خاص تبقى فيها اللي نجي. لكن هاو مش عوضوا لكم فلوس؟ لا لا، فلوس نعمل بها، صرنا نوكل رساي في الفلوس، يعني كاتيني فلوس هو مش موكل بها ساي، يعني ما عنديش فين اعطيني، يعطيني خدمه يضمن لي، يعطيني خدمه قاره اللي نموت، يعطيني شهريه قاره ونعيسة. يعني هذا المطلوب مني، ما عنديش حتى طلب باخو، مانيش ضد المشروع، مين ضد حتى شيء، ضد لانه ما يضرنيش هو. واذا كان ما لقاو لكمش ارض ترعوا فيها شنو باش نعملوا؟ لا عندهم الارض، ينجم يدخل مع الغابات وينجم يدخل مع الكبانيه، يعطينا الارض في نرعى مراعي، يلزمنا المراعي يعني مهما ما تكون التكاليف. الحفاظ على القطيع نتاعكم. الحفاظ على القطيع نتاعنا، يا ودي هذاك مورد الرزق. ميات العائلة هذا يمطيش في الحانية، أولاده بالغلم هذا من جماعة المتضررين غلموا في الحانية يمطيش، فين يهزها؟ عايش كيف يهزها؟ ينحى من هني فين مش يهزها؟ ما عايش حتى شيء، مازال فين يعني؟ هذاك الموجود، هذاك اللي احنا هذاك حاجتنا به. السيد الوالي يحب نتحدث، ولا مسؤول به الفائده، السيد الوالي او وزير الفلاحه او وزير ملك الدوله، يجي نتحدث معاه، خاطر وعدوني يعني باش نتحدث مع وزير، قال لي يجيك الوالي وزير ملك الدوله ووزير الفلاحه، لاني ما جانيش حتى واحد. وما لقاش حتى مع شكون نتحدث يعني. اني يجي يقول لي وراك مش تلقى اسمك في التعليق، منها معلق القيمه نتاع زيتونك وبنيك مش تلقاها معلق، ما شكون نتحدث يعني كان معلق. ما شكون نتحدث اخي. قداش مساحة تقريبا يعني؟ لا المساحة نتاع الحوض اللي مش عملوه هذا تقريبا، منا مش بالتقريب، منا 500 450 متر يزيدوا في الخريطة نتاع الخبير، تمشي معايا للدار ونجيب لك الخريطة يعني بكلها، هو عندي الخريطة في الدار نتاع الحوض المنجمية، هذا الخريطة نتاعها عندي، نجم نديها لك تو واقراها بروحك. بارك الله فيك. عايشك بارك الله فيكم، وربي وربي يسخرهم باش يعطونا من يقيمونا بحياتنا، حاجتنا بالحياه، حاجتنا حتى بشيء نحبوا نعيشوا. ما تنحيليش ارضي قبل كان من نهار تصدر القانون نتاع انتزاع الملكيه، من اول تحدثوا بحاجه اخرى. هذاك ايش نقول لك انا والسلام. المشكل نتاعي انا كي مش يرحلوني من هنا فين مش يحطون؟ فين البلاصه اللي مش يحطوني فيها؟ فين مش نجمش بساعيني؟ اني تو كي نخرج من هنا وين مش نسكن؟ فانا بلاصه مش نسكن، فين مش يسكنوني؟ فين مش نعيش بساعي؟ فانا بلاصه تنحينا ساعي نموت نضيع في عمري، يعني شنو الخدمه مش نخدمها؟ اش عندي ما زلت مش نخدم؟
سائل حتى كيفاش جاي نبيع لمن باش نبيع؟ شكون باش يشريه مني؟ الهملة ذوعت أني وصغاري تو أني في 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 حالة نكد على سعي وين مش نشب؟ أنا بلاصة مش يهزوني وقلت لهم قلت لهم مش يهزوني مش حطوني وين مش نشب؟ أنا شكون مش يقبلني؟ بس سعي هذا شكون مش يقبلني بيا؟ كي جاي نبيع شكون باش يشريه مني؟ شكون باش يشريه مني؟ لمن مش نعطيه لانا بلاصه لمن مش لمن وين مش نهزه وبني ومصروفي وزرايبي وحالتي ودجاجي وحاجاك وكلابي وين مش نشب لانا بلاصه مش نمشي اخويا يعملوا لي حل وين نعيش بتاعي وين يعني ما عشناش نقعد ونبني بالنسبه لنا احنا توكاي فلاحه عايشين ناس تربي في الساعه وتربي في الغنم عمرنا الواحد اني عمري 40 عام وخلط عمرنا ما دانا نهار دانا الحاكم قلنا له اخويا اعطينا حتى 100 فرنك حتى كتاب حتى كراسه صغار معناتها اخويا عايشين بساعينا نبيعوا ونصرفوا وناكلوا ونقروا ونلبسوا منك السعي هذاك هذا فيا ولا منك السعي هذا كاي قلت لك عمرنا الحاكم عمرنا ما عاوننا وعمرنا ما طلبنا منه زاد حتى ميك العباد ما عندناش نجيبوا بتراكتور بسيتير عشاكوا على بهيمه ولا من بير البير عمرنا ما قلت حتى ميك العباد ما عندناش طريق العباد ما عندناش وعمرنا ما طلبنا زاد لا عملنا لا كما قال مضاربات لا تصمنا لا قلنا جيب لنا كياس لا جيب لنا راضي بالوضع اللي احنا فيه راضيين به هاك ريت كل شيء ولا عين راضيين به بعد اليوم انت تجي مش تنحلي كل شيء ما خليت لي شيء يعني اصبحت مش تردني للصفر تنحلي الساعه هذه مش للصفر لا عاد نجم نخدم لا تنجم نخدم المرمى ما حتى كان يخدم المرمى صار ما كافيهمش وما ثماش هي من اصل تفا في اخويا حتى من اصل المرمى ما ثماش وزيد زياده فين مش نسكن فين مش نعمل نتصل الصباح احنا كنا عائله ملمد مش نتفرت عمي في بلاصه ولاده في بلاصه وبابي في بلاصه وناي في بلاصه كنا كلنا فرد فاميل حتى كي نمشي منا ولا منا عيلتي ولا اختي هنا ولد عمها بحذاها مرت عمها مو هذيك اقل مشكل حذاها فاميلاتها دايره به احنا اليوم نتفرد نتفرد وحشكل كل ناحي كل حد في ناحي ما لقيناش اخويا حتى حل ما لقيناش شكون حاسبين واش كنا حاسبين واش كنا يسمعنا في الدنيا هذه بارك الله فيك عايشك اخويا عايشك بارك الله فيك قلت لك عيشتنا من الغلم وليداتي اللي عايشوا فيهم الغلم هذاك بولاد انا بولادي مش نحب نبني لهم مش نحب نعرس لهم ما لقيتش روحي لا نجم لا نبني لا نجم نخرج ما فهمت شيء لا اعطونا تعويضات ما فهمنا حتى حاجه تو من عام 2004 وحنين مطيشين لا خلونا نبنوا لا خلونا نبطلوا لا خلونا نزيدوا قال معناها لا توخر لا تقدم والحياه نتاعنا العيشه نتاعي نايب من نهار تخلقت عمري تو 63 عام معناها عايش بناك الغلامه هذيك اللي نسرحناي كنت نسرحناي وخويا هذاي معناها عرس مرق على روحه ولا وكبروا وليداتي عايشين بناك الغلامه هذيك والله لا نخدموا خدمه اخرى دونها اي لمدوا بالغلم لمد 200 300 400 ناي واش نقدر ناخذ عليه الكري هذيك منين عايشي في البر هذاي تنحى البر هذاي اقسم بالله العبد وتذبح حسبنا مذبوحين تو الغنادر عائله كامله دبت لعنا لو نعيش ولو نصطراف ولا حتى شيء باش تقول عندنا والله يمكن بركوز ضحيه لما نشروه اشتريه لعاد النجم نعيشوه وقلع كبيره بصفه عامه بكلها مش تتحط والله اللي مول الكيلو اللحم ب 50,000 في القلعه الكبيره بالنسبة دبت البرتي هذه بالنسبة للغنادرة والمثلثة هم اللي ينجوا في السعي وحنا نصرح وما عندناش حتى معناها مورد رزق آخر دون الغلم الحياة متاعنا غلم وبقر هذيك هي شوية فلاحة نعلى كي يجي يعطينا ربي المطر وشوية زيتون كان عطي ربي وباقي ما بقي العيشة المصدر الرزق الأساسي هو السعي الغلم هذي هو مش نعيشه وباش مش نعيش عائلتي وباش مش نعيش ولادي لذا مدبت الغلم هذه تنحت مش ياخذوها مالها ومش نعرفها نيتون مش تتباع مش تهبط للسوق احنا باش نقعد مكتفين يدينا لانا متعلمين نخدم باش نخدم لاولادي نجموا يخدموا خدمه اخرى من اللي حلوا عينيهم من السادسه يخرج معناها من السادسه ابتدائي يخرج طول الغلم ما فيهمش واحد فات السادسه اش مش ينجم يخدم المرمى تو اللي عمره معناها 24 عام وهو في الغلم شنو طالب انت؟ نطالب ونسرح بسعي ونعيش
حتى كانوا مش يعطوني تعويذات، يعطوني التعويذات بتاع السعي اللي مش دب لي هذاي هو الاول قدام البني وقدام الارض. هذه التعويذات اللي مش يعطوها لي، يعطوني خدم الاولاد. انت تراني القطيع مهدد توا. لا دب، اقسم لك بالله بالنسبه للقطيع نتاع القلعه الكبيره اقسم لك بالله لا دب. ومش نقول لك معناها هنا خاطر قدام التلفزيون مش نقول لك معناها راني مش مفشلم عليك، اقسم لك بالله اسهل وعقب. المنطقه الثالث والغنادر هذول هم اللي ينجوا في السعي نتاع القلعه الكبيره. ما عندناش دون دبت لهم في الارض هذه، دبت الارض هذه راه والله لا بقي وتلقى مثلوثي ولا غندوري عند النعجه. اقسم لك بالله قلت لك على وش الضحيه اللي ما يشتري يشتري. بارك الله فيك. يسرك يعيشك. We'll be right back.